التطوع كأي حاجة يسويها الإنسان تبدأ من فكرة. الفكرة حقت التطوع دائما مرتبطة بكلمة مبادرة. المبادرة في أصلها اللغوي العامي اللي احنا نستخدمه واحد خرج بدري واحد رجع بدري. بدري تدل على إيش؟ على التبكير. وأفضل من المبادرة والعمل التطوعي اللي مبني على كلمة مبادرة إنك تكون إنسان مبادئ. العالم الذي سبقنا بتجربة التطوع ما يستخدموا كلمة مبادرة، يستخدموا كلمة مبادئة من كلمة بداية. يعني أول ما يحط فلان رجله على عمل جديد يحمل اسمه، فلذلك يعتبر رائد. إذا جيت في رقم 2 ما تعتبر رائد، فأنت ما أنت مبادئ، أنت مبادر. هذا المفهوم كمان لسه في العمل التطوع لسه ما وصلوا له كثير من الناس. لكن خلينا نعتبر بداياتنا تقليدية وهي اقتداء بتجارب الناجحين. خلي المبادئين والرواد يسبقونا ونحن نتبعهم في الظل، لا مشكلة. العمل التطوعي مبادرة. المبادرة في رأيي كفكرة هو أن ينتقل الإنسان من منطقة الراحة السلبية إلى منطقة التكليف الذاتي. يعني تجب على نفسك حاجة ما حدا وجبها عليك، وهذه ليست فكرة جديدة عشان ينادي بها جمعية أو مؤتمر. هذه فكرة موجودة عندنا في الدين، هي فكر شرعي، فكر أخلاقي، تنذر أن تقوم لله، تنذر أن تقدم حاجة في منطقة غير الواجبات، فتكلف نفسك بحاجة فيما يسمى النذر. فهذا فكر قديم. لماذا لا يتبنى الشباب؟ لماذا لا يعرفون؟ قد يكون بسبب سوء تنظيم للحياة اليومية، للملف الشخصي اليومي. لأن المبادر هو إنسان ما يعرف، أو في الحقيقة ما أدرك أنه عنده دقائق يعني راحت من إيده، هربت، خرجت في منطقة الهدر، والله أعلم. ما بدي أقول قصة، بدي أقول إنها قصص، ولكن تتلخص تحت واحد قانون. القانون يقول عندي إنه النجاحات لها زكاة. ففي عملي إذا اعتبرت نفسي متخصص وسنين عمري معظمها كانت استثمار في عملية فهم التدريب وتوظيفه لتطوير الإنسان، فكنت أسن لنفسي قانون أن لي للعلم زكاة. العلم زكاة يعني تقدم حاجة من علمك بالمبدأ اللي قلناه المبادرة. ولكن حقيقة أنا كنت حريص أني ما أكون مبادر، أكون مبادئ. المبادر ينتظر واحد يدق عليه الباب يقول له نبغى منك، لا أنا ما سويتها كذا. لما سنيت قانون للعلم زكاة وعلمتها لنفسي وعشتها بقانون وعلمتها المدربين والمدربات الذين تخرجوا في برامج إعداد المدربين عندي، كنت أقول لهم اتصل وأخرج وبادر ودق الأبواب حق الناس اللي يحتاجوا القطعة اللي عندك. أنت متخصص في التسويق، روح للناس اللي ما يفهموا التسويق. متخصص في العمل الإجراءات الإداري، متخصص في العملية الإقناعية التربوية. كل هذه الأجهزة الحكومية والخاصة تحتاج إلى واحد يدق الباب ويعطيهم القطعة المفقودة. تقول لي ليه؟ أقول لك قد يكونوا بيمارسوا العمل هذا المتخصص بدون تخصص، بدون خلفية. فكانت رسالتي دائما للمدربين والمدربات، وهي منطقة عملي الحالي والقديمة، هو أن للعلم زكاة. إذا خرج الإنسان بهذا المفهوم وطبقه، واثق أنه حيجني الشيء اللي يخليه ينتقل من تجربة إلى تجربة بلا توقف. لأنه سبحان الله من يوم ما يضع نفسه في أول تجربة مبادئة أو مبادرة ويزكي في منطقة العلم اللي هو متخصص فيه، تأتي بركات بلا حدود. فالتجارب الحمد لله كثيرة، وإذا سمح الوقت قد أقول واحدة منها. من أول الجهات حقيقة اللي أفتخر بإني سبقت واتصلت وتعاملت ووضعت اسمي، وهذا شرف لي إني اسمي ضمن من دخل في هذا البيت، مؤسسة الحرمين الخيرية. مؤسسة الحرمين الخيرية مؤسسة دولية كبيرة سعودية موجودة، وشعارها في حقيقة علم وعمل. علم وعمل كانوا وهم بيوصلوا بخدماتهم التطوعية الخيرية لكل من يحتاجهم داخل وخارج المملكة. فلما حقيقة يعني وصلت لهم وعرض خدماتي عليهم واستفادوا منها الإداريين والمسؤولين، وهذه القصة أتوقع عمرها قريب 15 سنة من هذاك، من ذاك اليوم وأنا مؤمن بالقانون اللي أنا ذكرته قبل قليل للعلم زكاة. فهذه من أجمل التجارب، ولم تنقطع الحمد لله تجاربي ومبادراتي. وليس هنا أعوذ بالله لسنا هنا للفخر ولا التفاخر ولا للدعاية والإعلان أو لا نحن ما زلنا مخلصين ونسأل الله الإخلاص والقبول. ولكن حيث يوجد من يريد أن يقتبس التجربة فالتجارب كثيرة، هذه أولها الحمد لله.
والله أنا عندي برنامج أتمنى أنه ينجح، وهو في الحقيقة أكثر حاجة بحاول أركز عليه في السنوات الأخيرة، وهو برنامج إخراج المدرب الأخلاقي. هذا من برامج التطوعية اللي بأحرص أني أتبناها وأوصلها بدعم من كل من يؤمن بها، إخراج متحدث يغير فكر الإنسان من منظور أخلاقي. أما المدربين المحترفين المتعلمين المجازين فالعدد ما شاء الله كل يوم بيزيد بالمئات في كل المنطقة، لكن في نقطة مفقودة، وهذا دائما أنا شعاري في العمل في عمل التدريب البحث عن القطعة المفقودة. وجدت والله أعلم أن القطعة المفقودة عند معظم المدربين، لا بلاش أقول معظم، عند أكثر المدربين اللي يحتاجهم ينزلوا الساحة ويغيروا فكر الناس ويؤثروا فيهم، القطعة الأخلاقية. ينشغل بالمادة بموضوع المادة، ينشغل بموضوع الشهرة، ينشغل بموضوع القفزات السريعة والنمو، ينشغل في التنقل الوظيفي والبحث عن الزيادات الوظيفية، وينسى أن الوظيفة دي أخلاقية. أخلاقية يعني تحتاج منك وقت وأوقات أنك ما تربطها بالفلوس، ما تربطها بالحركة التقليدية حقت الناس اللي حولك في المحيط العملي حق وظيفة التدريب. فهذا واحد من المشاريع أتمنى أنه ينجح ونخرج عدد أكبر من المدربين الأخلاقيين.